قليل. صحيح ما ارتحت كتير لهديك المرأة، بس إذا طلعت عن جد حماتها خليها تاخدها بلا ما يصير علينا حق. ليش لناخد البنت معنا؟ أنت لا تاكلي هم أمي، كل طلعتنا كم يوم وهالشي رح يساعد فريدة. طيب دكتور خليل، لقيت صورة فريدة معلقينة على كل الحيطان. يا ترى حماتي اللي معلقتهم؟ هي بتعرف وينها، ليش تتعلقهم؟ واضح انه حدا تاني. وقفوا شوي، نتصل ونعرف. قتلوا جدبان؟ قالوا نعم. صباح الخير، مشان الصورة اللي معلقينا. لا تكونوا لقتوها لفريدة. عفوا، بس حضرتك شو بتقربيها؟ انا بكون اختها. قلتي لي اختها؟ ليك إذا بتعرف عن شيء رجاء خبرني، لأنه صار لي سنة عم دور عليها. طولي بالك، الست فريدة بأمان، رح أعطيك العنوان، تعالي لعنا. طبعا، عن جد شكرا، فرحتني كثير. إيه عرفت العنوان، رح أجي فورا. روح لعندهم دغري؟ لا، خليني استنى شوي مشان جهز حالي لهاللقاء العظيم. تخانقت شي مرة أنت ومرتك؟ ايه، هي دائما بتضربنا. ياسين لا تتدخل. لنقول اتخانقنا وهي راحت، امي وينها؟ هن الاثنين اختفوا بنفس اليوم، هاي الشغله مانا طبيعيه. ماشي، رح نسال اهل الحاره، واذا صار معنا شي رح اخبرك فورا. عمو كمان. نور وستي مو مبينين. بعرف ابني، بعرف. شرف، انت كيفك؟ في اخبار جديدة؟ لا، الشرطة عم بتحقق بالقصة. والله شغلة غريبة، يعني امي طلعت من البيت لحتى تروح وتسأل الجيران، ونور كمان طلعت تزور جارتها. مو عن عبس بيقولوا سأل عن الجار قبل الدار. لا تدقق على حكي شرف، أحيانا بخبص شوي. في شي ممكن ساعدكم فيه؟ يعني إذا بدك روح دور عند حدا. مشان هيك بعدت وراك، ما فيني أقول لحدا تاني يساعدني. إيه لا تطلب من حدا. ليش أنا شو عم ساوي هون؟ لا تاكل هم، رح أقلب لك اسطنبول عالية واطية وجيب لك ياهم. لا تاكل هم. يعني أنا هلأ طلع في عندي أخت؟ هيك قالت، قال عم تدور عليكي من سنة. طيب شو كان اسمها؟ ما بعرف، بس تجي أنت سأليها، أكيد بعد شوي بتصل. ها؟ يمكن وصلت. صباح الخير، أنا أنتوا اتصلتوا قبل شوي، أنا أختي لفريدة. تفضلي. فريدة حبيبتي، اشتقت لك كتير، وينك انتي؟ شو اخبارك؟ والله متت من خوفي عليكي. انتي منيحة؟ شوفي ليش هيك عم تطلعي فيني. طمني، صحتها منيحة، بس عندها مشكلة صغيرة وعن قريب بالطيب. بس ما تقلي انه فاقدة عقلها. أنا بعرفك مزبوط. إيه طبعاً رح تعرفيني، ما نحن أخوات. صراحة نحن مو أخوات من نفس الأم، بس كمان بابا الله يرحمه ما فرق بيناتنا، كنا ننام على نفس الفرشة. بس أنتي وقعتي على صخور وقتها كنت ماسكة إيدك. لا أختي، شو صخور وما صخور؟ ما قدرت أسحبك أمتي، وقعتي لتحت. هي هيك دائما؟ فريدة، هذا كان كابوس. يا روحي، حتى بأحلامك كنت تشوفيني لهالدرجة اشتقتي لي؟ يا عمري حبيبتي انتي.
لا تواخذونا، تركناكم واقفين، تفضلوا نقعد بجنينة، منه بتهدوا أكتر ومنه بنحكي بالتفاصيل، تفضلوا. تعالي اختي تعالي. شرطة كمان قبل شوي اجوا سألونا وقلنا لهم كل شي بنعرفه. آخر مرة شفناها وهي رايحة لعند هديك الجارة. الشرطة كمان دقوا عليها الباب بس ما في حدا فتح له. خليني أنا كمان دق هالباب لنشوف. إيه بس دير بالك اللي بيفوت من هالباب ما عاد يطلع. لك شو هاد؟ شكراً كتير. يسلموا إيديكي بنتي، بس الله يصفل بحماتها ولا يسامحها لا دنيا ولا آخرة. ما تركت شي ما ساوته بهالمسكينة بسببها وصلت لهالحالة. طيب كيف اختفت فريدة؟ شلون ما قدرتوا تلاقوا لها أثر؟ والله أنا بوقتها كنت برات البلد، ولما رجعت صار يلي صار. بعد خبر التفجير هداك المسكينة كل حياتها تدمرت. التفجير اللي صار بالعرس؟ اي نعم، اكيد من بعدها بتكون فقدت عقلها. حماتها قالت لي انها خافت وهربت، وبعد هيك ما عاد حدا لقى لها اثر ابدا. طيب وامال كراكويونلو شو كانت بتقربني؟ اختي انت كنتي شغاله عندها، يعني كنتي عم تطبخي لها وتنظفي للبيت.
بس هي أبداً ما عاملتك على أنك شغالة، كانت مرة طيبة كتير وبتحبك كأنك بنتها. لا وما بيكفي كل يلي صار لهالمسكينة، راحت حماتها الملعونة وبعتها لمركز أبحاث. يا حرام استغلت وضعها. هي اللي بعتها؟ ايه، حتى صارت تاخد مصاري من وراها. لك أنا بس بدي أفهم، مين بيقدر يعذب هيك إنسانة بريئة مثل أختي؟ آه لك، هذا هو يلي بيسموه الإجرام. ما عم أفهم شو العالم هاي. أنا كشفتها دغري، من حكي وتصرفاتها بيّن معي كل شيء. تفضلوا، وهي الدليل، هذا الإثبات والتأكيد على حكيه. أنا كمان لبعد ما شفت هالورقة لحتى عرفت. لكن مشان هيك خافت وتركت فريدة، وبعدها أنا نسخت الصورة وصرت علقها بكل مكان وتأملت إني أقدر لاقي أختي المسكينة بهالطريقة. بس الحمد لله إن التقيت بناس طيبين مثلكم. يا عمري، عم تستنانا أيام حلوة كتير. لا بقى تخافي يا روحي، هاي لقيتك وما عاد أتركك لو شو ما صار. لك وينك ياسين؟ حدا يجي يساعدني. تعي إيميلي هدول. ها يمكن تيتا رجعت. إيمي يلي على الأرض. ماشي بابا. بعد عن طريقي. وينو أبوك ولك؟ مين ياسين؟ بعتت ورانا وهي اجينا. اللي وين اختي؟ مشان هيك بعت وراكم. بدك تلاقيها وتسالها إلها بس لا ترجع على البيت. ولك شو عم تحكي؟ اعطيناك بنت مثل الورده يا حيوان. لا تقرب على بابا. روحوا لاب. اترك الولد. بعدوا عنه. ولك خلاص احسن ما اخنقك. بابا بابا خلص بابا. خذ اختك وفوتوا لجوا. بس بابا. يلا ولك شو سويت لنور؟ احكي شو سويت لها لحتى هربت يا عديم الشرف؟ لك في رجال ما بيعرف يضرب مرته؟ شو انت مالك رجال؟ كلب ركوني يا وافي. حيوان. الله يلعنك. يا بابا؟ بابا؟ بابا صار لك شيء؟ بابا روحوا من هون. بس يا بابا. يلا بابا. يلا هلأ صار لازم نرجع مع بعض. لا تقلقي فريدة، رح نرجع ونتقابل. تليفوناتنا كلها عندك. صدقيني يا بنتي، تعودنا عليك بهاليومين. معك حق، هيك هي أختي، مين ما شافها بيتعلق فيها. هلأ طبعا بعد ما نسافر رح كمل علاجها، وأكيد أنا رح دورلي على دكتور يكون منيح.
بس إذا أنت بتعرف حدا بتنصحنا فيه بألمانيا بيكون أحسن. طبعاً أكيد رح ساعدك، رح شوف لك دكتور بألمانيا. بتشكرك كتير. شو هالحكي؟ فريدة هلأ صارت مثل بنتنا. إيه يلا لك أن ودعيون أختي. بنتي إن شاء الله يطلع حظك حلو على قد ما أنت حلوة. بتشكركن على كل شي ساويته. مع السلامة. الله يوفقك يا رب. شكراً. لا تواخذني، عذبتك معي. يسلم. العفو، نحن ما رح ننساكي. ديري بالك عليها. لا تاكل هم. بخاطركن وبتشكركن على كل شيء. تشرفت بمعرفتكن. مع السلامة. الله يحميها يا رب. الحمد لله هاي الأختين رح يرجع يعيشوا مع بعض. شبك خدي راحتك، ما تزبطي قعدتك. رح أخدك على أحلى مكان هنيك في كل يلي بتحبيهم. بس أنا كتير حابة أشوف ولادي. لك الله يسامحك، معقول ما فكرت فيهم؟ طبعاً أولادك كمان جايين. شو ليش عم تطلعي فيني هيك؟ عم تحاولي تتذكريني؟ وقفي خليني ساعدك، لأنه هيك صعب تعرفيني. شو عرفتيني هلا؟ اللي لي مين أنت؟ أنا بكون أجلك. كل شي صار مثل ما بدي وبالضبط، وإذا حطينا هي كمان بيكون مش الحال. مع الأسف حبيبتي رح تكون نهايتك مثل نهاية أمك، يعني رح تموتي قبل ما تتهني بشوفة أولادك. الساعة 3:30 منكون خلصنا، نفس الساعة يلي ماتت فيها أمك، وما بتحسي إلا بوم. ساتك قاعد ورا هالكمبيوتر؟ شو بدك أحلى من هيك؟ هي إجت أختها لفريدة وأخدتها، ليش لساتك قلقان؟ قلبي مو مطمن بنوب، كان لازم نبعتها بعد ما ترجع لذاكرتها. ابني هيك منكون كأنه عم نحبسها عنا. بعدين لا تنسى هي اللي اسمها نرمين، عرفت إنها هون. أمي؟ أمي تعي شوفي شو مكتوب. يقال أن أعمال كاراكويونلو أحد أكبر سيدات الأعمال، وجدت ابنتها التي فقدتها قبل سنوات. السيدة أعمال إلى الآن لم تدلي بأي تصريح، ولكن رنا ابنة أخيها قالت إنها ستصرح قريبا. خلص هاتي. شرف، اضغط منيح على جبينك لحتى ما يورم. لك ليش طلعت من عندك؟ يا ريتني ما طلعت. ما عم بفهم شو هدول العالم. العمى شو كلاب. خلص لا تاكل هم. انت شو سويت؟
رحت دورت بكل الحارة. واحدة من الجيران دلتني على بيت، قالت إنه في مرة جديدة سكنت فيه وإنهم شافوا أمك ومرتك فايتين لعندها. دقيت الباب بس ما حدا فتح لي. المهم بعدين دبرت حالي وفتت، بس ما استفدت شي من هالفوتة كلها. ها هي ستي رجعت إن شاء الله. تفرج على حالتي، ما عم بقدر اتحرك ودور عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. أهلين خالتي خديجة. ابني شرف، سمعت انك عم تدور على امك. ليش انت شفتيها؟ جوزي وهو راجع من صلاة الصبح مرقت سيارة من جنبه بسرعة، وعلى شوي كانت رح تدعسه، ولما التفت ليعرف شو عم بيصير قام شافنا ريمان خانم بالكرسي الوراني. حاول يفهم القصة بس السيارة مشيت بسرعة وما قدر يعرف شي بنوب. طيب شاف مين اللي عم يسوق السيارة؟ والله قال لي انه كانت مرة بس هو ما قدر يعرفها. يا ترى وين أنا؟ هذا المكان اللي شفته بالحلم، أي نفس المكان؟ ليكون اللي شفته كان حقيقي. ساعدوني! ما في حدا هون! ابني انت من وين جبت الرقم؟ اتصلت بشركة أمال وأخذته من المحامي. أهليكو عميرن. ألو نعم؟ مرحبا رنا خانم، عم بتصل من اسطنبول، الدكتور خليل كاراجا. تفضل. لا تواخذيني عم بتصل فيكي بهالوقت، بس بتمنى ما أكون عم بزعجك. لا ولا يهمك، بشو بقدر أخدمك؟ اتصلت مشان فريدة أفاجيل، حضرتك بتعرفيها؟ اي نعم، فريدة بتكون بنت عمتي. ممكن أعرف ليش عم تسأل عنا؟ عرفتوا شي جديد؟ لقيتوا ولا فريدة؟ يعني فريدة بنتها لست أمال؟ يا ربي دخيلك، هاي المرة كذبت علينا. رنا خانم، فريدة كانت بالمشفى اللي أنا بشتغل فيه وأنا بكون دكتورة. اليوم إجت مرة لعنا وأخدتها على أساس أختها، بس هي قالت أنه فريدة كانت تشتغل خدامة عند الست آمال. كان اسمها منار شي؟ أي منار. أنتوا شو ساويتوا؟ لازم تلاقوها فورا، هي وحدة مجرمة. حياة فريدة بخطر هلا. Thank you.
ساعدوني ساعدوني. حدا يساعدني، في وحدة مجنونة سكرت علي وحبستني. مين اجا؟ مين رح يكون يعني؟ هي انا. ليش انت مين كنتي عم تستني يا غبيه؟ لا تتفائلي على الفاضي، ما حدا رح يخطر بباله انك هون. إذا صرختي وحتى إذا ولولتي ما حدا رح يسمع صوتك. أنت رح تموتي هون موتة الكلاب. مسكينة، بسبب شو رح تموتي؟ الجوع ولا العطش ولا الخوف؟ خلص أنت نقي، اختاري الموتة يلي بتناسبك. لك الله لا يوفقك، ما بكفي أخدتي منك كل شيء. لا ما بكفي، ما بكفي، شو أعمل؟ ما رح أرتاح لحتى أخلص عليكم كلكم. يلا بخاطرك هلا. شو الأخبار يا حلوة؟ أنتي لوين بدك تاخديها؟ لعن جوزها. قلت بيكون مشتاق لمرته. بعدين بتعرفي هنن من هلأ ورايح رح ينبسطوا كتير. طلعي عليها، القط بياكل عشاها. لك خلاص تركي لابني شرفة، اعملي فيني اللي بدك يا بس تركي ابني. لك شو رح تستفادي من اللي عم تعمليها؟ يلا بخاطري. شو حلو هالمكان، منيح يلي اجينا، بس ما في احلى منك بنوم. منيح يا عمري، انا خير ان شاء الله. شو في عرس هون؟ رسلان شو عم يصير؟ انا سويت الشيء اللي كنا عم نحلم فيه. تعال يلا مكاننا. ما فهمت كيف يعني؟ مثل ما عليك شايفة بالضبط رسلان. نحنا ايه ابني، انت وينك لهلا؟ هي وصلت. مين في هون؟ وهلا آمال بتقبلي تتزوجيني؟ يا ماما انا بستنى لتوافقي، بس هدول ما بستنوا كثير. يلا تعال. مبروك إلك. شكرا إلك حبيبتي. مبروك. رحت على راحة، وإجوا شهود كمان. طبعا إجوا، تفضل.
شايفه مضبطين كل شيء على الاخر. لو تعرفي قديش كذبنا لحتى ما تعرفي بالقصة وما تنحرق المفاجأة. كنت ماشي بهذا الطريق، السيارة طلعت من هون وراحت على الطريق العام. أمي شو إلها شغل بهالسيارة؟ ومين هالمرأة؟ والله يا شرف، عم يخطر ببالي وحدة بس برجع بقول سكوت يا ولد لا تحكي. شو قصدك كمان؟ قصدي منار شرف، منار. ليش مين في غيره بيركض ورا عيلتكم بيأذيها؟ هذا هو الشغل. أول شي نور، بعدين أمك، هن التنتين اختفوا هيك فجأة. ماشي، بس منار ماتت، قالوا لنا ماتت. لا مستحيل تكون هي. بس ما حدا لقى لها أسى، لا جثتها ولا أي شي عنا، يعني ما في على موتها دليل. عفوا، مين هي منار؟ يا أخي بلا ما تسألوا أنا ما رح جاوبك. يلي بيعلق معها ما بيعود يخلص منها. خلص بقى شرف، هيك ما بيمشي الحال، خلينا نروح نخبر الشرطة. ما ضل عنا حل تاني. ليكا، هاي هي السيارة. كمان الحق. ما قدرت لحقها، بس لا تخاف، أخذت رقمها. جيب تاكسي مشان نروح على المغفر. ماشي. سنعقد هذا القران بحسب التفويض الذي أعطتني إياه البلدية، ولكي نثبت الزواج يجب أن نسمع قبول الطرفين على الزواج. لنبدأ. أمال كاراكويونلو بنت راغب، هل توافقين على الزواج من السيد رسلان يلماز؟ إيه. ماما ماما، دعسي على رجله. أنا بعلمكم زوج وزوجي قدام الجميع. الله يسعدكم بزواجكم. كيف؟ إن شاء الله. ألف مبروك. تفضل. شكراً. مبروك. شكراً. معناتها هي أمي. أنتي تعي ساعدي. والله مثل ما قلت لك هي بتكون أمي. حلوة كثير مو هيك؟ طيب شوفي شو مكتوب ورا. معاً لحتى يوقف الزمن. لك هذا المهرج. نحن بدنا نمسك عشان يا المهرج. تعال هون بدي امسكك. عملنا حركات مشان الله. ماما. يلا. ماما. نعم يا عمري. ماما، المهرج راح بسرعه من هون، بس ليش ترك شنطايته؟ انا راح اخذ له اياها، يمكن نسيها. يلا تعال خلينا نلعب هذيك اللعبه. لو سمحت.
لكان هذا انت؟ تعالي لهون منار. تعالي لهون. ايه بكفي بقى بكفي. تركيني. ترجاكي قولي انك عم تكذبي مشان الله. قلت لك ما راح قلك لو بدي موت. يا ربي دخلك ولادي. لا مجرمة قتلي. قتلتهم يا قتلتهم كلهم. قتلتهم. خلينا نشوف هلا اذا الاميره فاقت وظهرت بطلتها البهيه. يا مجرمة. هيك ها؟ لكن على شو كنتي واقفة مثل الجدبة قدامي؟ ايه والله الانتقام ما كان له طعمة غير هيك. رح خليكي تندمي. رح تندمي وتقولي يا ريتني ما رجعت لوعي وتذكرت. لك لا يا فريدة، صدقيني انتي لازم تتشكريني، أنا يلي خليت عقلك يرجع لك. هالمرة ما رح خليكي تأذي عائلتي أبدا. أنا ما رح أسمح لك، عم تفهمي؟ ما رح أسمح لك. على سيرة ما رح تسمحي لي، أنا هلا قدام بيتك وكنت فايتة لجوا لأنه عندي شغلة صغيرة بدي ساويها مع أولادك. إذا بدك رح صور لك ياهن وتفرجي عليهم بعدين. لا أوعك تأذيهم. خلص حاجة تأذي عائلتي. والله الشغلة واقفة عليك. إذا ضليتي قاعدة عاقلة وما دخلتي الشرطة بهالموضوع هاد، ما بتعرفي ساعتها يمكن يصح لك تشوفيهم. لك الله ينتقم منك. ليش هيك عم تعملي معي؟ والله ما بعرف، هيك حابة اتسلى فيكي. يلا هلا رح سكر، مالي فاضيت لك ابدا. صحي، استني خبر مني يا حلوة، وخلي التليفون يلي معك دائما جنبك، لانه بصراحة حياة ولادك متعلقة فيكي. اليوم وقت الحساب ورح يكون الساعة 3:30 تماما. خليكي دايري بالك على حالك منيح لهداك الوقت. شوفك. العمى شو غبية، حاملة بايدك قنبلة موقوتة وما عندك علم. وقت تجتمعي بعيلتك رح تتسببي بقتلهم كلهم. شو بدي ساوي هلا؟ يا الله ما بعرف شو بدي ساوي، لازم انقذ ولادي من مين؟ بدي اطلب مساعدة. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. شو قالت؟ قالت لي الجواب عندك. دخيلك يا الله رح يطير عقلي. نحن انتهينا كمال، اكيد اخذت الاولاد الى فتره جنبنا وما عنا علم بالموضوع. حاطه اشاره على اللي قتلتهم.